صباح الخير متابعي اليوم السابع، معكم عزوز الديب هنا من سوق العبور، مستكملين معكم اللايفات الخاصة. وهنتعرف النهاردة مع حضراتكم على صنف مهم محب للجميع فصل الصيف، هو الشمام للناس الكلوب الشهد. عايزين نعرف كل وكوز العسل، عايزين نعرف كل حاجة لها مسمى. يعني حضرتك هتنزل تشتري من السوق او من البياع او من التاجر ايا كان هو المسمى، عايزين نعرف الشكل اللي قدام حضرتك ده او الصنف اللي قدام حضرتك ده انا اسمه ايه. يعني هنشوف مع بعض، ده اسمه اناناس، اللي هناك من بعيد دوت اسمه شهد. ايه الفرق بين الشمام؟ هنعرف مع حضرتك دلوقتي من احد تجار سوق العبور الاسعار كمان عامله ايه. عرف فيك حاج اسمك ايه؟ حاج احمد عامر، معاك ان شاء الله. حاج احمد كلمني، عايزين نعرف منك كل صنف ليه مسمى، صح كده؟ تمام، عشان متفقين مع بعض. تمام، ولكل حاجه يعني ليها شكل معين ومنظر معين. تمام، عايزين نعرف اللي قدامنا دلوقتي ده لما نيجي نشتريه نقول ده اناناس ولا كنتالوب ولا شهد ده ولا هو مجموعه الشمام دي كلها مجموعه سلالات. تمام، في شهد وفي شمام اللي هو الكنتالوب ده، وفي كوز العسل، يعني مجموعه انواع حسب ايه السلاله. تمام، سلالات. وفي حاجه ثانيه بيختلف السلالات ديت على المكان والميه اللي بيشرب بيها. لو الشمام ده شرب ميه مالحه شويه، ميه ابيار، بيطلع طعمه جميل جدا، حلو قوي، بيبقى مسكر. لو شرب ميه حلوه بيبقى ماسخ زي الخيار. تمام، زي الخيار. لو شرب ميه مالحه بيبقى هو الطماطم والكنتروب ده، لو شرب ميه مالحه بيبقى ايه طعمه جميل جدا. لو شرب ميه حلوه بيبقى زي الخيار، ملوش طعم. طيب، عايزين هو واحد، كل واحد وسلاله واحده، بتختلف الميه والارض. طيب، عايزين نبدا نتعرف الساده المشاهدين. تمام، ده بنسميه ايه؟ ده كنتروب، بنسميه كنتروب. ده اسم علوي. تمام، بتلاقي طعمه مش حلو قوي، قليل شويه. ده اللي جنبي الثاني ده عرايشي، ده طعمه جميل جدا. ايه الفرق بين ده وده عشان اعرف اشتريه؟ ده ارض مالحه برضه، ده ارض مالحه، الميه مالحه بتاعته فبيدي طعم جميل جدا. ده الميه حلوه بتاعته فبيدي طعم زي الخيار، ملوش طعم قوي، طعم مش حلو. طيب، في الشراء بقى ايه الفرق بين ده؟ في الشراء باين ده لونه، ده لونه مصفر اهو، ودلونه لون غامق. يعني لون غامق الافضل في الشراء، لونه غامق صح كده، اصفر غامق. تمام، ده اصفر فاتح. الفرق بين العريش ده والفرق بين بتاع اسماعيلي ده، عريش ده عريش. تمام، الفرق ده وده اسماعيلاوي. اسماعيلاوي بتلاقي العريش ناشف جدا، الحبايه ناشفه قوي وصلبه، وتلاقي اسماعيلاوي عشان شارب ميه حلوه بتلاقيه طري شويه. طيب، انا هسالك سؤال تاني. الناس ممكن بتساله، اتفضل. واحنا بنشتري الاناناس، هل بنختار الاناناسه الحبايه الخشنه ونشفة ولا الناعمه؟ لا، الخشنه وناشفه. الناعمه دي ماسخه خالص. تمام، الناعمه في حبايه نوع من ناحيه ناعمه وناحيه خشنه، دي وحشه مش حلوه. لكن الحبايه الخشنه كلها الشبكه كامله، اسمها الشبكه تبقى كامله بتاعتها، دي احلى حبايه، تبقى جميله جدا. طيب، تعالى نتمشى مع بعض ونشوف برضه ايضا النوع دوت نوعه ايه واسمه. اتفضل. ده برضه عريش، كنتلوب عريش. كنتلوب عريش، انا افضل عريش منهم. ما ده كويس، الاثنين زي بعضهم. الاثنين زي بعض. ده سلاله وده سلاله، بس هو نوع واحد. تمام، في بقى برضه النوع واحد بيبقى كذا سلاله، دي تلاقي في الاشكال متغير بس الطعم واحد. الاشكال متغيره بس الطعم واحد. طعم واحد. تمام. طيب، اللي على الميزان دوت احنا ينفع نروح هناك؟ انا عارف ان انتوا هنا نظام الميزان. لا، مفيش مشكله، مفيش اي مشكله. صح كده؟ اتفضل. تمام، تعالى نبص مع بعض كده اهو، موجود هنا اهو. اهو ده شهد. ده شهد. هو ده الشهد. كان في شهد غير ده من فتره، كان بيجي من الاسماعيليه اسمه كود العسل، بس طعمه مش زي ده خالص. ده طعمه احلى بكتير. يعني ده طعمه، ده السلاله دي بقى لها يمكن 3 4 سنين بس ما كانتش موجوده. انا الافضل جاي قريب ولا هو حسب دلوقتي؟ يمكن ده احلى من الثاني، يعني ده يوازي بتاع العريش. تمام، في الوقت الحالي دلوقتي. بردك طعمه. ازاي اشتريه؟ هل النعمه الخشنه لا ده ولا نفس الكلام؟ ده عادي، دي الشمامه دي احلى حاجه، دي برده شبكه برده وطعمها جميل جدا، بس اهم مش تكون ناشفه، ما تكونش طريه. ده الشهد. اما تكون طريه يعني طعمها بيقل شويه، لما تكون ناشفه لا طعمها مسكر قوي ان شاء الله. طيب، ده الشهد اللي هو يعني نقول مطول، نقول كوز العسل او شهد. صح كده؟ كوز العسل او شهد. الشمام بقى الشمام في شمام كان موجود في اسماعيليه وده اختفى خالص، ما بيجيش دلوقتي، ما بقاش شيء. يعني موجود في اسماعيليه بس دلوقتي، يعني دلوقتي بتلاقي حاطينه على الطرق وبتاع، ما بيجيش السوق، ما ينفعش، ما بيجيش السعر في السوق.
مدعوه دلوقتي المتاح في الاسواق هو الشهد كده والكنتالوب تمام. اللي هو بيتقال عليه برضك ايضا كوز العسل برضو او شهد شهد وشمام كله فصيله الشمام كلها تمام بتصنف كنتالوب كلمني طيب كوز العسل على الاسعار. انا شايف الاسعار في متناول الجميع. انت والاسعار السنه دي الجو السنه دي خدم الزرع كلها الزراعه بسم الله ما شاء الله السنه دي الله اكبر جميع الزراعات في مصر كده السنه دي جوها ممتاز جدا وان شاء الله واسعارها برده كويسه متفوقه للجميع. بس السبب ظهور الشمام كده وسعره قل قوي السبب ان هو زراعه صحه صح عشان كده سعره قل. عامل كام النهارده؟ كان سعره اعلى من دلوقتي. ده النهارده يعمل له من 3 جنيه 3 جنيه 3.5 في الحدود دي. الكنتالوب بتاع العرايش ده اللي قدام حضرتك ده بيتجاوز من 4 ل 6 جنيه من 4 ل 6 جنيه ل 6 جنيه الاسماعيلاوي من 2 جنيه ل 3 اسماعيلاوي من 2 جنيه ل 3 جنيه. الكرتونه فيها قد ايه تقريبا؟ الكرتونه يعني فيها ممكن 12 كيلو 13 كيلو 12 كيلو 13 كيلو تمام. وده الشهد زي ما شايفين حضرتك كده على الميزان هو ده تمام. تعالى نتمشى مع بعض يا حاج احمد. انا عايز اقول لحضرتك عايزين لقينا عندك برضك ايضا ده مشمش ده مشمش جاي من بدأ يهدم مشمش جاي من الواحات تمام. السنه دي برده محصول مشمش ممتاز ما حصلش من كام سنه الحمد لله عالي جدا يعني من السواء. اسعاره عامله ايه؟ بدأ بكام دلوقتي؟ هو لسه بشاير كان من اسبوع كنا بنبيعه ب 25 و30 دلوقتي اصبح ب 10 جنيه و12 جنيه و13 من 10 ل 13 ممتاز من 10 ل 13 ممتاز ولسه بقى كمان هيكتر اكتر من كده. تعال نتكلم على ده جاي من الواحات اللي مشمش الخوخ اخر حاجه نسالك فيها بقى الخوخ الخوخ ده سكري صحراوي سكري بدا يهدم سكري صحراوي كان ماشي من اسبوع ب 12 و13 و10 حاليا دلوقتي من 7 جنيه لحد 10 جنيه من 7 جنيه ل 10 جنيه من 7 ل 10 الفرق كجودة في زرع ب7 في زرع ب8 في زرع ب9 لحد 10 جنيه موجود. انا شايف عندك خوخ ايضا ده خوخ سكري حمام ده صحراوي وده حمام انه الافضل الايام دي ننصح ناس بيه هو طعم واحد بس اللون الحمام بيبقى غامق شويه لون الحمام سكري حمام وده سكري صحراوي. الفلوريدا انا عرفت اللي هو خلاص بيودع الفلوريدا موجود اهو فلوريدا ده فلوريدا برده صحراوي ده بيودع بقى خلاص كده يعني قدام اسبوع ان شاء الله ويخلص صح كده تمام. ده اسبوع ده صحراوي ده عامل كام ده عامل النهارده ده من 4.5 ل 5.5 من 4.5 ل 5.5 الاسم ده يعني في اسامي في حاجات ثانيه في ب 3 جنيه وفي ب 3.5 وفي وفي حاجه ب 10 جنيه انا بايع حاجه ب 10 جنيه النهارده. ده نوعه ده رقين فريده بس منقوط بالحبايه ورقين طيب من 10 من 10 ل 12 عايزين نوضح للساده المشاهدين معانا هنا على اليوم السابع اللي احنا انواع الخوخ كتيره واسماء في فلوريدا في سولينج في عرايشي في سكر ايرلي في زيرو سيفن يعني الخوخ مجموع الخوخ بتاع 7-8 اصناف يعني في ديزر انه الاحسن يعني ولا هو حسب الموسم يعني كل شهر بينزل نوع مختلف في ناس حاجات بتنزل مع بعضها وفي ناس في حاجات بتنزل بعد كده يعني بياخد الخوخ حوالي 3-4 شهور من اول ما يبدا لحد ما ينتهي يعني الزبون بيفضل انه نوع يا حاج احمد؟ والله كل زبون بيحب حاجه. في ناس بتحب الفريده قوي عشان مززه شويه وطعمها حلو تمام. وفي ناس بتحب السكري مش كله يعني حسب المواطن ما بتذوق حاجه بيحبها كل واحد انسان بيحب حاجه طيب ما تيجي نرجع تاني على المشمش. انا شايف احجامه لسه بشير صح كده صغير المشمش ده اسمه امل الامل ده جاي من ده هو الزرعه اسمها الامل عشان نوضح للساده المشاهدين صح نوع اسمه امل نوع اسمه امل هو كم نوع المشمش؟ النوع في امل وفي حايد وفي كنيني الحايد لسه اول أنواع. سته مفترض تالي اظن كده واخد سته لا الكنيني اخر سته كنيني ده الامل شغال والحايد دلوقتي تمام الامل والحايد الكنيني بيجي اول سته ان شاء الله مش هتيجي يبشر انا بشكرك يا حاج احمد تشرفنا بحضرتك والله شكرا جزيلا وبشكر متابعي اليوم السابع زي ما حضرتك ما شفتوا معانا هنا في خلال جولتنا معاكم في سوق العبور ان في بعض الاحيان الناس يختلف عليها المسمى ليه؟ الاناناس والكنتالوب والشمام والشهد زي ما حضرتك ما شايفين اصناف كتيره ليه؟ الفاكهه وعرفنا مع حضراتكم اسعار الخوخ ايضا والمشمش انتوا زي ما حضراتكم شايفين معاكم هنا احنا في داخل سوق العبور الداخلي
سوق الفاكهه تحديدا. انا بشكركم شكرا جزيلا للمتابعه، كان معكم عزوز الديب هنا من داخل سوق العبور.